شنو كيعجبك في الحولي؟ الحولي اش غنقول لك، راه كاين الفقر بزاف، كاين ما قدرش يشري. اشنو كيعجبك فيه في الماكله؟ واش بولفاف ولا الدواره ولا الكويده؟ لا بولفاف. بولفاف كتاكل بولفاف مزيان؟ بولفاف مزيان صافي. يا بولفاف صافي، الا ما كان فيه الشحمه راه ماشي حوليه. والحولي واش كتخلي الشحمه؟ تكون فيه الشحمه، الا ما كانش الشحمه راه والو. والحولي واش كتخليو ديك النار واقف ولا كتقردو؟ لا النار ديالو نار ثاني، نار ثاني نار ثاني كتنتقموا منه بكل تواضيع. نار ثاني كنقرد الناس والزقي كتبقى. وما كتصدقش منه؟ ها كتصدق منه ولا ما كتصدقش منه؟ لا ما كنصدق. كاين الدراري ما كتصدق والو انت؟ لا ما حتى البطانه ما كتعطيهش. لا البطانه كتمشي كنصدقها. كتصدق بعد البطانه؟ كنصدقها. وكتعيد هنا ولا كتعيد في البلاد؟ لا غير هنا. غير هنا في الدار البيضاء؟ الدراري هنا. الدراري كاملين هنا. دير التريكه بكل تواضع. التريكه تحياتي بارك واشرك بكل تواضع. اشنو كتاكل في الحولي بكل تواضع؟ اولا السلام عليكم وتحيه اعلاميه ومبروك العيد الشعب المغربي الى صاحب الجلاله، ونتمنى لكم السعاده والفرح وجميع العائلات والوليدات ديالكم، واللي مريض الله يشافي، واللي على سفر امين امين شويه يشوف العائلات ديالو. علينا وعليك بكل تواضع. وانتباه شويه داك الامراض ديال الكورونا، شويه ديال الاحترازات الاحتياطات جميعا. والانسان اللي بغى يذبح يدير. المهم العيد سيدي كنتمنى لكم الشعب المغربي يكون فرحان وعلى امتي الاسلاميه. وشنو كيعجبك في الحولي؟ يعني شنو كتاكل فيه بكل تواضع؟ شي حاجه كتعجبك فيه؟ اول ما هذا الحولي غتاكلو ما مورا الحولي، هو شروط الحولي شنو هو؟ خصو الانسان يكون مطهر وتقبل الصلاه. المغاربه لا تمشي معك بوحده بوحده. اي سيدي حيت كاين شي ناس ما عارفش باغي على العيد الفم. اي كلامك هو الكبير، ما العيد الكبير ماشي. وشنو هي طقوس العيد؟ ما هو على عيد الاضحى. الشعوب الاسلاميه كلها كتضحي على قبل هذا العيد. واش كتذبح راسك ولا كتجيب الجزار؟ لا خويا كنشهد انا مع خوتي، هادشي تربينا عليه في الصغر. كتحماو عليه؟ معلوم. وكنصليو وخصك توضيه من ودنيه ومن فمه. الحولي هادي سول عليها كاع الفقيه، الناس ما كيمشيوش عند الفقيه يسولوه. تربينا الانسان اش كيقول لك التربيه؟ مشي سولوه الفقيه شنو الشروط ديال الحولي. والموس يكون مضي وبلاصتو تكون نقيه. والحولي خصك تكون، واللي كنطلب من الكسابه غير واحد النقطه بسيطه، كاع الكسابه في المغرب عندهم الحواله موسخين، ما عرفتش علاش. خصهم يديو من الحمام. واه نهضروا منطقيا، علاش؟ المهم كتذبح الحولي وتقول بسم الله وتقرا ديك الايه وتنحر الحولي وتذبحوا وتسلخوا وتحيد مصيرنا. تسلخوا ماشي صندال الميكا ولا بنت. لا السلاخ انا كنهضر الطقوس ديال العيد وتحيه اعلاميه، هذا درس باش نوريو شويه المغاربه. بكل تواضع. والمهم بعدا باش نذبحوا داك الحولي انا كناكل الكبده حتى داك الجوج النهار. الكويده دابا يجي الكويده، دابا يجي كلشي على الكويده. وشويه ديال الطيحان ولا شويه ديال الصدر والريه. الصدر الصدر حتى الغدا. والظهر لا داك من بعد، من بعد الظهر هذاك معمر. الانسان طقوس الحولي راه عنده الشروط ديالو. والحولي كتصدقوا منه؟ خويا هذه راه واجب معروف في الاسلام، ماشي بحال واحد جيب قرق ودخل غادي ضحك دخلها ذبحها ويقول لجارو سد الباب اللي يشوفونا الجيران. باقا ديك العقليه مختلفه. كل مع الثلوث ديالو ولا الربع ديالو خصك تصدقوا. وكي كتشوف الاثمنه ديال الحولي يعني دابايا واش معقوله ولا طالعه في الثمن؟ خويا الثمن ما نقدرش نحكم لك عليه، كل عام وعامه. كل عام اللي كيكون كيكون كيقولوا الكسيبه طالعه، والعام كيقول لك الصابه ضعيفه. يعني المليح بحقه وثمنه فلوس راه باين بكل تواضع. كما العاده خرجنا الشوارع ديال الدار البيضاء باش نسولوا على الناس على الاجواء ديال العيد الكبير، ونسولهم اشنو كياكلوا في الحولي. شريفه شنو كتاكلي في الحولي؟ واه الكبده، كبيده الحال، الكبيده، القلب، تنديروا التقليه، التقليه هذيك من مع هذيك الربعه كتشرملوها بكل تواضع. كتشرمل التوابل والثومه والقزبر والمعدنوس وكل شيء. والحاجه اللي ما كتحملهاش في الحولي ما كتاكليهاش؟ اش غنقول لك؟ انا بان لي غير البطانه. البطانه لا كل شيء كيتكال في الحولي. لو شارم ديال الحولي هو نهار تيكونوا مجموعين الوليدات والعائله وداك الشيء، وكتكونوا تشوي والكيسان ديالها تاي والناس فرحانين صله الرحيم. هذا هو لو شارم ديال العيد الكبير.
والحولي كتصدقوا منهم بطبيعه الحال؟ بطبيعه الحال كيتصدق منه. بعدا ديجا دارنا كنديو ليهم الكتف، هذه الناس العزاز الكتف كنديو الكتف، هذه ضروري الكتف كنديوه. ولا كان عندك شي حد ما معيدش كتاخذ فخد وكتدي ليه فخيط. وامتى كطيحوا الحولي؟ كنطيحوه دابا حيت الحال سخون، كنطيحوه في نهارو في نهارو موالفين الغد ليه. دابا مع الحال سخون في نهارو كديروا ليه الضرب والجرح بكل تواضع؟ لا باش يدار في الثلاجه وداك الشيء حيت الحال سخون باش ما يريحش. باش ما يريحش فوالا، هذا هو. تحياتي ليك وبارك عواشرك. الله يبارك فيك. بارك عواشرك. اشنو كيعجبك في الحولي بكل تواضع؟ الحولي تيعجبني اولا خص الانسان يعتبره انه قربة لله سبحانه وتعالى، ماشي غادي نبدا نمشي عند الجار ولا شي تبقد شي تبقد، لان الانسان خاص يخرج داك الشيء. يا ايها الذين امنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والاذى، قول معروف خير من صدقه يتبع الاذى. اذا الا تبعتي الصدقه بالاذى، انت بغيتي تبان ما بغيتيش تقدموا اضحيه. ما معنى الاضحيه؟ انك غتقدم واحد القربان لله سبحانه وتعالى. كاين شي ناس كيتباهوا بكل تواضع. تيتباهوا. انا جبت حولي كبر منكم، انا قرون كبر من قرونكم، انا والناس مساكن ما عندهمش ما حشوماش. بالعكس احنا هذيك الفئه المتضرره هي اللي خصنا نساعدوها. الى عندي انا نساعده، كاع ما عنديش ها السنه كي دايره نقسم حولي على جوج هكا جاري ونفرح ليه ولاده وما نبينش ليه، ولا كاع نقول نعيط لوليدات الصغار نقول لهم ديالكم 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 ما ديالناش. وشنو اللي كيعجبك في الحولي اللي كتاكل في الحولي وكيعجبك؟ مثلا بولفاف قطيبات. الحولي الدواره مزيانه. الدواره؟ الدواره مزيانه فهمتي. كتشنشطها بكل تواضع؟ لا ما كاينه التشنشيط. لا لا دابا لا، من قبل ما نمرض ما كاينه. الله يعطيك الصحه. ما كاينه التشنشيط. لا شنطت. دابا دير الريجيم. لا دابا صافي صافي، راه خرجت علينا خرجت عندنا كرشنا. تحياتي ليك بكل تواضع. شنو كيعجبك في الحولي؟ الحولي سيدي كيعجبني النهار نجيبو الحولي في الصباح كنفطرو كنجيبو الحولي وقت الذبيحه كندبحو كنسلخوه كتسلخوه باش بشي عصا ولا باش؟ لا كنسلخوه بموس ديال السلاخه كنجمعو الوليدات كنفطرو بالكبده. كتقبل بعد الحولي كديرو قبل ملي كتبغي تذبحو واش كتقول؟ بسم الله الله اكبر. كتقبلي بسم الله الله اكبر كدير سيرو ورجع. لا لا واش كندبحو فروج وسير سير ورجع كتورك كدير صافي. نعم هادشي اللي كاين. هادشي يعني الحاجه اللي كتعجبك في الحولي في الماكله يعني الدواره كتعجبني فيها الكبده. نهار الكويده 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 هي اللي كتعجبني فيها الكبده. صافي هادشي اللي كيعجبك. صافي عندي هذاك النهار قال شي قال الكبده قوه اللي عندي صافي ما بقاش نديها فيه كاع نهائي. كتخرج منه ذاك النهار. صافي هذاك النهار هذاك الريالات اللي عطيت فيه هو اللي كنخرجها منه هذاك النهار. والحولي كتخليه واقف ذاك النهار ديال العيد ولا كتقردو؟ لا حيت ما تخليش واقف يعني حيت مع الحال سخون وداك الشيء كنا نخليوه العاده. هذوك الناس بكري ذاك كيخلوه كديروا ليه الضرب والجرح. الضرب والجرح في البلاصه تاقم منه بكل تواضع. الحاكم الاعدام في البلاصه.